السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. اليوم رح نعمل وصفة كتير طيبة. رح نعمل كباب الدجاج، ولكن هذا الكباب الدجاج رح نعمله بطريقة مختلفة. رح نلفه بورق الزبدة ونطبخه بالفرن. هيدا كباب الدجاج، تتبيلته الخاصة، طريقة الخاصة، لازم مشاهدينا الأعزاء تجربوها. رح نعمل معها صلصة رائعة جدا. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وقبل ما نبلش بدي لكم انه المقادير اسفل الفيديو على يوتيوب. لنعمل هيدي الوصفة عندي خلاط كهربائي، بدي اوضع فيه افخاد الدجاج المقطعة ومصحبة، لازم استعمل افخاد الدجاج. وعندي هون ايضا صدورة الدجاج كمان، نص نص بستعمل. عندي فليفلة حلوة، عندي هون حار، هيدا مشاهدينا فلفل حار يعني حاد، اوكي اخضر، بصل مفروم، شوية خل ابيض، عندي الزيت، ضروري الزيت ليعطيها رطوبة من الداخل، بقدونس مقطع، كلهم مفرومين ليساعدوني على الطحن، بدي ملح، نطحن. شوفوا عندي كيف لازم ينعم، بنعمه شوي يعني لحتى لي يكون عندي ظابط. هلا هون عم نحطه بوعاء لانه بدنا نضيف عليه البهارات، طبعا يفضل اللي ينضافوا البهارات بالاخر. هلا موجود الملح بقلب هيدا الخليط، فلفل ابيض، سماء مثل ما عم تشوفوا عندي اللي بيعطي حموضه ونكهه، كمون ناعم، قرنفل ناعم. هيدي البهارات من خلطتي انا، حر احمر خشن، في حر وهيدا الحر كمان نكهته بتختلف. وعندي شويه قرفة ناعمة، وبدي اضيف ايضا شوية ماء بارد، مهم كتير انه اضيف لهالخلطة. وهلا بدي اخلطهم بشكل جيد. شوفوا عندي كيف الدجاج رح يكون طري والمي رح يساعده ليصير مزيز واحد ورائع. نخلط بشكل جيد. خليط الكباب صار جاهز عندي، شوفوا كيف طري ورائع. المي وضعناها لتخلي هيدا اللحم يتماسك مع بعضه بشكل جيد ويتمازج بشكل جيد. هلا ممكن حدا يسألني في شك هيدا الكباب بأسياخ وأشوي، طبعا ولكن بدي استغني عن موضوع المي، يعني بدون مي. هلا هون عندي خطوات هامة لازم اتبعها لينجح معي ويطلع معي رطب وطيب. عندي ورق زبدة، طبعا ورق الزبدة للحرارة وبيدخل على الفرن وبينطبخ فيه بالبداية، لانه ايضا عم اشتغل بالدجاج بدي احط زبدة. اوكي، هيدي الزبدة لترطب هيدا الدجاج، لانه لو في فخاد الدجاج بضله مش مثل اللحم. بدنا ندعمها زبدة، وفوق الزبدة زيت اللي بيحمي الزبدة من الاحتراق. شوفوا الكمية زبدة وزيت دهنا بهذا الشكل. للون من الاعلى او من الخارج شهي وجميل، بنحط بابريكا وبنخلط هيدي البابريكا ايضا معهم. لحد هون كل شيء لازم تمشوا عليه خطوة بخطوة. حطيناهم، نحط هيدا الدجاج بالمنتصف هذا الشكل، تأكد انه نفس السماكة صار عندي. هلا بدي لف ورق الزبدة، اذا ملاحظين هو اقرب لهون اكتر من هون، هيك لازم يكون. بدي لفه لاعمله بشكل دائري، هلا رح يصير عندي تلقائيا بشكل دائري هون. اوكي،
ما بخلي الورقة تنزل لتحته كتير. قدمنا هيك وبنلف. موضوع بسيط، لفينا صار عندنا هذا الشكل. نجمع نجمع بهذا الشكل. اوكي جمعنا، نكمل. ومثل الحلويات بنلف بهذا الشكل، نحاول يكونوا كمان نفس المستوى. لما نحطه بالصينية بتأكد انه الربطات يكونوا من الاسفل منعا لواجه اي مشكلة انه يفتحوا عندي. وبدي اضيف بكعب هيدي الصينية بتحمل حرارة شوية مي، ما بكتر. بدنا ندخل هيدا الكباب على فرن محمى مسبقا درجة الحرارة 190 لمدة 45 دقيقة لا يستوي عندي بشكل كامل. هلأ هون بدنا نعمل صلصة طيبة كتير. نحط طحينة اللي هي الراشي، طحينة السمسم. منضيف فوقها الزبادي أو اللبن الرائب، عصير ليمون، ثوم مهروس ناعم، منملح، شوية بقدونس مفروم. نحرك شوفوا عندي هيدي ملاحظة، إذا كان عندي اللبن رخو بيمشي الحال، إذا كان عندي شديد يفضل أنه ضيف شوية ماء بارد ليرتخي عندي التراتور أو ليرتخي عندي هيدا الصوص. ضفنا المي وبحرك. هيدي موضوع المي حسب سماكة اللبن. شوفوا هلا صار عندي تمام، هيدا المطلوب. ممكن حدا يسألني في اعمل هيدا الكباب اقراص حطه بالفرن او حطه باسياخ واشويه؟ طبعا، ولكن بدي استغني عن موضوع المي لانه ما بيعود ينشك معي. اذا بدون اسياخ فيي استعمل المي عادي، وبالفرن مثل ما عملنا طبعا لازم المي. بسكينة حادة جدا بدنا نقطع هيدا الكباب الرائع. شوفوا 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 الجمال، شوفوا شو انه روعة. بداية شوية صوص من الاسفل، ونحط هيدا الكباب الرائع الشهي. شوفوا عندي ما احلاه، نحط لهم شوية بصل، بقدونس، خلل او كبيس مفروم مشكل، طماطم، مزيد من الكباب على الوجه. شو بقولوا؟ يا للروعة. صلصة الطحين الرائعة، رشة سماق خفيفة تكون جاهزة. هلا صار لازم نذوق هيدا الساندويش الشهي. طبعا اذا بتحبوا تحمصوا الساندويش فيكم باي خبز كمان فيكم تستعملوه. روعة هيدا الكباب عن جد، منو ناشف، رطب. البهارات اللي حطيناها معه، التتبيلة كلها، تمازج رائع عن جد. هيدا الدجاج حابب هيدي المكونات مع بعضها، وانتو كمان رح تحبوه. الصلصة يعني بدكم تقولوا صلصة التراتور فيكم تقولوا، ولكن عملتها باللبن وزدت عليها توم وبقدونس، قريبة للصلصة اليونانية بس زيادة عليها طحين وبدون خيار. بكل الأحوال مشاهدينا الأعزاء، جربوا هيدي الوصفة وتابعونا دايما. ما تنسوا الاشتراك، تطبيق شيف العائلة،
وبدي لكم الى اللقاء الى حلقه مقبله. وخلينا بعد نتذوق مره واحده يلا عشان ما تزعلوا. جربوه تعرفوا عن شو عم بحكي.